من جانبه شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس فلاديمير بوتين على حفاوة الاستقبال، مؤكدا على تعزيز مجالات التعاون بين البلدين. نحن سعداء بوجودنا في بلدكم صديق. Мы счастливы находиться в вашей дружественной нам стране. ونتطلع إلى تعزيز العلاقات بين بلدينا بما يخدم السلام والأمن والاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي. Мы стремимся к укреплению двухсторонних отношений в интересах мира и безопасности, в интересах развития мировой экономики.